انا قوتي تتعدد حتى قوة الاباطرة، قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكرة، اسأل عني البحر. اي وقف 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 وقف، شو قصدك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حق شباب صوتكم بتم الصحة والعافية، واليوم جايب لكم ردة فعلي لبعض اغاني الانمي. طبعا بما ان الفيديو اللي سويته حق ردة فعلي لاغنية راب ون بيس عجبكم بشكل كبير، قلت ليش ما اسوي يعني مرة ثانية، ولكن يعني الفيديوهات ثانية يعني مش ضروري تكون ون بيس. وفي الفيديو هذا راح نشوف فيديو مهم، فيديو عن الراب كونان لمحبين كونان طبعا ما نسيتكم، وفيديو عن راب ون بيس. فزبدة خلونا نبدأ بالفيديو راب كونان من الاسطورة زد سعود، فهي بنا. ويت، هذا المقطع جزء من سلسلة مقاطع قادمة عبارة عن بيف بين الانميات الكبيرة، حرب الانميات. اوهو اوكي خلنا نشوف. كونان وصل، افسحوا المكان في الحال، مع احترام لكل شخص قرر يكمل في المجال. التنافسية صفر، ولا واحد بنفسني فيكم، من الشخص الواحد اللي بعقله راح يحميكم. في رحلتي للبحث دخلت على انمي ون بيس، لقيت لوفي زورو ذكائهم كلهم كيس. لا لا لا، انمي لعل وعسى يجي منافس، درت كل الانميات ولا لقيت لي واحد طاحس. قوة الاجسام قوة ما انظر لها، والله سعود داخل بقوة، قوة ما في حل لها. انا السقف في التحقيق حقيقة، ما توقعت اللي مسوي هذا الصراحة. هي تاخذ اشهر بنيها في اربع ساعات، كملت هذه الرحلة في قرية تدعكنوها. قرية جدا جميلة لكن غبائهم شوهوها. ناروتو بالتحديد ما يسوى تعب السفر، من اول ملمحت عيني لو اقوى سرعة فر. اوكي كوفتس ليكي جيب لي حل جيب لي كي. هذا كورس ايش؟ لا لا والله انه حلو، والله انه حلو. منذ قديم الازمان استكمل القصة، طلعت من عالم ناروتو. حلو، جت دراغون بول وتحديدا بجانب وراح دراغون بول. يعني ان الذكي وذكائه واسع الكون، لو ذكائك 100 فالذكاء عنده مليون. حلو، اثبت لي من ذا البعد انه ذكي بالغباء. بدا بالابجدية ثم وقف عند الباء، غسلت يدي منه وكنست على كل اكوانه، لو هذا اذكى واحد وش اتوقع من اعوانه. حلو، وجهت العالم اخر فيه البطل ايتشيكو. اوكي ايتشيكو خلنا نشوف. خش في عيني الضوء قبل اني زرك القائد وقال وش تبي يا طفل، قلت له هذا الطفل راح يقوم على وجهك حفل. زعل سوسين كلام كبير بيقتل، شفت حولها لكنه جايني بياكل. هربت ونجوت بجلدي من هذا الشخص العنيف، ورميت على مفزالة لانه مبني على التعنيف. هذا كورتس ليكي جيب لي حل جيب لي كي. سيطر على القمة من قديم الزمان. هذا كورتس ليكي جيب لي حل جيب لي كي. لا والله حلوة الصراحة، أول مرة أشوف أحد يعني رابر يعترف لك أن هذا الكورس تسليكي، يعني خلاص من الآخر. سيطر على القمة منذ قديم الأزمان، انهت الرحلة بأسف ومجموع الفايدة صفر. حلو، الوقت بمايك فيها أكبر قلم يملك حبر، ما في صبر ولا في حتى ذرة ذكاء، في شخص مبدل عقله بمحطة من الهراء. حلو، اسمه توكي. أوه راح لقنتاما، يحتاج لكي يفتح عقله وانا مستعد أخذ هالمهمة بيضة تام. رحمت حماقة عقله وللي يصير والله حرام. تجلكي بالنسبة للجين وباقي المنظمة السوداء. أوه تشبيه بالداء وأنا تجسد للدواء، وهذا الجسد السليم كلام كبير. مشكلة الحل عنده عبارة وهي مؤسس للمعضلة، المشكلة الوحيدة هي قطعتي الران موري. حلو، واكتب عن المشكلة ما بتكفي كل سطوري، من هنا يبدأ البيف يلغي كل هذا السبات، تحت هاشتاج يدعى حرب الأنميات تشيل. هذا كورس تسليكي جيب لي حل جيب لي كي. سيطر على القمة منذ قديم الأزمان. هذا لا 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 الصراحة صراحة والله أبدا ما توقعت المستوى هذا صراحة، والله خذ لك أحلى لايك، امسك لك أحلى لايك صراحة سعود، يعني والله أبدع بالفيديو هذا. بيني بينكم بتكون فكرة حلوة لو كانت السالفة بين حرب الأنميات، إنه كل مرة مثلا هالمرة كان عن كونان، فاهم علي؟ كونان يسب الأنميات الثانية، بعدها يجيك مثلا جوكو يسب لك الأنميات الثانية، بعدها يجيك مثلا ناروتو وهكذا، بتطلع شيء خرافي صراحة. أوكي الفيديو اللي بعده، اوكي الفيديو هذا من راب ون بيس اللي حق ريكلس، هذا سمعته من قبل بس سمعت جزئية منه يمكن من ابو 20 ثانية شيء نفس كذا. اوكي فانا سمعته من زمان، فلذلك كثير منكم قال لي يا سفاح اسمعه كامل ونزل عنه، فليش لا، هاي بنا خلنا نبدأ فيه.
ايه قل لي مين ما يعرفني ملك القراصنة في المستقبل القريب فيني قوة كامنة نسلي من عائلة الدي يعني انا اسطورة روح اكتب كلمة قرصان وشوف مين يطلع لك في الصورة ما في اي نقاش مانكي دي لوفي بالقبة على القشية الجديد ايولا هذا بس انا سمعتها باقي ما سمعتها اربع حلقة تال فهدت الشيطانية تشتعل وقت النزال قومو قومو نو او حتى بازوكا تقنياتي خرافية قوية كلها محبوكة اسأل عني يا الاعداء ياما مني تطموا من الجير الثاني للرابع اشوفهم يتحطموا حلو يعني ما تدري انه شانكس ما حط مالو على البيت البيت يعني لا ولا غلطة صراحة هي قوة العزيمة والارادة والاصرار هذه فيا انا اعظم قرصان باختصار ام باك موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح نكش حروفي على قمة جزيرة لا 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 مستوى جدا جدا عالي صراحة ام باك موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح نكش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل فكر تتحداني جوتو اوكي طاقم متكامل بزعولي وقت الازمة خلوا اي معتدي يحس في لحظة انه جزمة اوكي ينقلد في ابسط موقف لو يدوس على طرف بعد فترة يسوي صاحب بتشوفه بنفسك احتلب ذراعي اليمين ابو الشعر الاخضر زورو شوف يقول عن زورو لو كنت ما تعرف الطاقم ايش دوره ثاني اعظم سياف هذا اما كان الاول لو فك عيونه المشطوبة كلام كبير بتحول صاحب الساقة القوية والاطباق الشهية ساجي اللي بيسبب لاي احد اذية هذا هذا يا اخي شخصية خرافية صراحة انت وبعدها تدور فكه يا شيخ مرة انسى والقرصان الجبان القناص الفنان اوسو اوسو كذب في وجهه يبان ونامي الخطيرة الملاحة الكبيرة خليها تدرك الطارة راح تطب في اي جزيرة ها الصراحة صراحة ملك القراصنة اللي راح نكش حروفي على لا تعليق لايك من الحين لايك من الحين موجي ورا لوفي ملك القراصنة اللي راح نكش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني جو تو هير بس الحيوان الأليف شوبر يعالج اي فرد في الطاقم لو انه اصيب سايبر فرانكي صح انه منحرف ولكن هيئة المميزة تخليه عنهم مختلف واللي يعزف لنا بيانو لشوفك تستهين بروك العظمة عمره حوالي 90 وروبن الغريبة تقرح جار البونجليف الغموض احتويها والذكاء فيها مخيف انا قوتي اتعدد حتى قوة الاباطرة قوتي في الهاكي مو مصدرها تشاكرة اسأل عني يلبح اي وقف 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 شو قصدك انا كنت بسألك طول هالوقت بس ناروتو خط احمر يحط فلوس على راسي يبغوا يقبضوا علي لكن بدري عليهم انا ملك البحار لا تقول لي تشيبوكاي ما اطول فيها الصغار ادميرالات ولا حتى القروسي مانكي دي لوفي اطحنهم بضروسي ويك ورا لوفي قراصنة اللي راح نكش حروفي على قمة جزيرة الملوك رافتيل لو تفكر تتحداني جو تو هير صراحة يا جماعة أنا والله أبدا ما توقعت أن أغاني الراب العربية حقت ون بيس تطلع شيء خرافي يعني يا جماعة لو كانت أغاني الراب العربية حقت الأنمي على هذا المستوى فأنا أقول لكم صراحة كثروا منها يعني ما أشوف أنه في مانع أنكم ما تنزلون أغاني راب أنمي وبس حلو صناعة الفيديو تبقى في إعجاب كله تسير لك وشارك بالقناة وإذا في يا جماعة أغاني راب أنمي عربية ثانية أنا ما شفتها فاكتبوا لي تحت في التعليقات وبس نراك في الفيديوهات القادمة.